ابي يعقوب توني حاضر من البر وبردان ابي التسخينه الشتويه الحين شلون؟ انزين شوف راح نسخن انا اقول لك تسخين حامي مو على الشوله على الجهاز. حلو انا اقول لك شلون راح يكون الجهاز. طبعا جهاز اول شيء يبلش موحر راح نبلش كيبل انزين عشان يسوي لك شوي ستريتشنج واوزان خفيفه تدريجيه من الوزن الخفيف للثقيل. طبعا هذا يسوي لك مثل ما تقول ستريتشنج يسوي لك بامب بنفس الوقت انزين ويعطيك دافع على اساس حق الجهاز الثاني انك تدش اقوى. ابي تحميني ابو يعقوب. اوه لا كبريت راح اخليك كفو ولا يهمك. حاضر يلا سلام عيوني. سخن شوية. أوكي. إيه. ضبط الكرسي أول شيء عشان تقدر تثبت شوي على الجهاز. أوكي. تمام. ضبط ظهرك. أوكي. جو. تمام. شوي شوي على الخفيف. أوكي. تمام. تمام. السلام عليكم. سلام هلا والله. يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي. الله يسلمك. خير إن شاء الله. طول عمرك. يعطيك العافية. الله يعافيك. كنا اليوم بيضان. اليوم بيضان. مقانص اليوم كنا. اليوم مقانص وأجنحة بعد يسمونها. أجنحة بعد يسمونها. على القطر يسمونها أجنحة. أجنحة ها؟ إيه. يعطيك العافية. الله يسلمك حبيبي عافيك. قواك الله كابتن. يعطيك العافية حبيب قلبي متروك. هذا أول تمرين وتسخين. هذا تسخين أول شيء. طبعاً إيه أول جهاز لازم نسخن عليه ونحبذ إحنا يكون كيبل على أساس يصير أخف وأكثر مرونة حق الاسترتشنج حق العضلة. يفضل يكون كيبل. إيه. بس أحسن. اليوم أنتم إيه. مو كيبل هذا تبر ولا نفس فكرة كيبل. الجهاز هذا. لا إحنا ندش أول شيء كيبل أحسن على أساس يصير استرتشنج أكثر بالروح والردة عشان ينقطع العضلة. تمرنت كيبل خلصتوا. ها؟ تمرنت كيبل. لا هذا. هذا أول جهاز. هذا يعتبر نفس الكيبل يعني. إيه. نفس الفكرة. هو أساساً كيابل. إيه عدل عدل. كيبل. بكرة. معلش تدي عليمي أنا. ما يخالف. لك العافية. الله يعافيك حبيبي. الحين بلشنا بالجد. الحين يعني مو جد بداية الجد. أول جولة هذه. يعني ألف. ألف. فاليوم بنلعب بيطان. بيطان. مع مثلثات. مثلثات ايه؟ مع بعض. طبعا البيطان كذا جهاز راح نتنقل ايه؟ وناخذ بالبيطان كذا زاوية. ايه. طبعا احنا نبتدي من فوق دائما نبتدي من فوق احسن كل ما نبتدي من فوق عشان نسوي حق العضلة ستريتشنج انزين عشان تاخذ حاصلها اثناء تدفق الدم حق العضلة. من فوق وين بالضبط كابتن يوسف؟ هذا بدايتها هني. هني. نهاية العضلة تكون هني. انا لعبة كمال اجسام. بديتها قبل 5 سنوات كنت بروحي أول سنتين خذيتها هواية كذي واستمتعت فيها حسيت تغيير غيرت من نفسيتي وغيرت ثقتي بنفسي في أشياء وايد تغيرت بحياتي من عقب ما مارستها. طبعا في البداية كنت ما أعرف اللعبة عدل كنت ألعب لعبة من غير تفاصيل ولا أدري هذه حق شنو وهذه حق شنو وهذه شو تسوي بهالعضلة أو العضلة الثانية وكان في بعض الأخطاء لين ما قررت أني أروح حق مدرب مختص وله خبرة في المجال وصار لباع طويل. طبعاً اخترت المدرب اللي مارس كل شيء ومر بحياته كل شيء اللي هو الكابتن يوسف القلاف. غالبا تخلي النهايه للنهايه. ايوه بالضبط. تلعبون من فوق. اي بالضبط بس على حسب طبعا اللاعب اخوي مشعل ساعات انه يكون اللاعب عنده ضعف في المرحله النهائيه مالت البيطان او العضله النهائيه ايه؟ راح نكون نركز بالبدايه على العضله عشان اللي فيها الزاويه الضعيفه بالعضله. حلو. اوكي. كم جوله تمرين هذا كابتن يوسف؟ هذا راح نلعبه 5 جولات ان شاء الله. طبعا احنا سخنا من البدايه وزن خفيف. مع تسخين عضله البيطان عضله عوده بالجسم زين محتاجه مجهود قوي وكبير من اللاعب. احنا قلنا بالبدايه لازم يسخن زين ويلعب تدريجي اوزان حتى تاخذ حاصلها من الدم وكفايتها من الدم على اساس تحمى ويصير وياها بم عشان تتحمل الاوزان. اي تسخين مع التسخين. اي لا 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 كذي راح تلعب كبده ادري اقول انا لا لا متعود عليك كابتن يعطيك العافيه. شن نضيف كم نضيف؟ اوكي نضيف حبه حبه راح ندش اول شيء خلينا نقول 5 خله 5 بالبدايه بعدين مره واحده نصعد ندلعك اليوم ما يخالف ما هذا هذا 5 هناك عندي اوكي يعطيك العافيه عافيه حبيبي. احنا خلينا نوقف هنا كابتن يوسف عشان نسولف مع بعض يم بعض وندردش كذي يلا حلو اوكي خليك مركز شن طقه اوكي ثبت جسمك عدل العب ود اوكي
كم مره تكرار؟ تكرار راح يصير ان شاء الله على 12 تكرار. 12 يعني لا هو لو المنخفض ولا هو الزياده عن الحد الاقصى. يصير معتدل لغايه ما تسخن العضله زين، واشوف انا اساسا قوه اللاعب. اذا محتاج بعد زين اوزان نزيد اوزان، وهم نطق العدد اكبر من كذي. ومحتاج اوزان الحين؟ الحين بالبدايه طبعا احنا سخنا. الشيء الثاني العضلة البيطان لابد ان تبدي وياها سواء من الاعلى او الاسفل، ولكن انا اللي بحددها لكم ان عضله البيطان لابد ان تطقها من كل زاويه، سواء من الاعلى او الوسط او المنطقه السفليه من البيطان. لازم تشمل البيطان كلها، ما يصير تلعب لي جهازين وتقول انا خلاص خلصت التمرين. لا، لان عضله عوده لابد ان تشمل اكثر من 3 تمارين، اي 3 اجهزه. شوي شوي تدريجي لغاية ما يعطيه بمب ويعطيه حرارة حق الجسم علشان يقدر يشيل الأوزان الباقية. زين، أنا متعقد من السالفة هذه. الكرسي هذا إذا أنا بقعد يمكن أنا أول ما تشوف طول بعض تقريبا. نعم. فغالبا شلون نضبط الكرسي؟ شلون القعدة الصحيحة؟ القعدة راح تكون كالآتي. أنت أساسا هذا ما راح يمسك الخصر، راح يمسك الفخذ. أيوة. لأن إذا دشيت داخل بالجهاز لغاية الزاوية هذه زين، شيء من الطبيعي ان هذا راح يصير وراك وراي، فراح تنزل. إيه؟ فما راح تجي على العضلة مباشرة، فانت شنو تسوي؟ ترجع شوية تجيب على الفخذ. حلو. واساسا راح تصير بوضع قائم زاوية 90. إيه؟ علشان تنزل عليك ضبط حق عضلة البيطان، اول بداية العضلة. إيه؟ اوكي. فدشيت معه، رحت قلت له انا عندي اخطاء جسمي وكذي واحب هاللعبة وابي استمر فيها. فبعدها رحت حق بيعقوب، والحين يعطيكم بيعقوب التفاصيل من اول ما دشيت معه. قلت لي ان نقعد القعده هذه، في بعض شو يسوي؟ تلقاه يتمرن يقط كل وزنه بالفخذ عادي ما ياثر؟ لا هذا ما ياثر. انا شغلي هني يعني، حتى لو أيوة. ما فيها بوقه يعني، ماكو بوقه. البوقه لما ندش داخل مثل ما قلت لك لغايه الخصر وايد داخل. اوكي. ايوه. راح تسحب انت تلقائي، لا شعوريا تسحب تلقائي عليك، راح تنزل تحت وترد تقوم مره ثانيه. هذا راح يصير فيها بوقه 100% يعني، 100% مزرق الرجال. اي فلو تلاحظ الحين هو اذا وقف او اذا قعد زاويه 90 زين ما يقدر يحوس. بس أيه. كلش ما يرحم. ها ارجع شويه العبود، شوف شلون زرق. وايد ارجع شويه. صح. أيوة. وايد داش. شيء ممتاز. اسحب. وانا ترى راح يصير انت تسوي كذي كذا داخل وايد، وهو راح يصير عليه اقوى كذي التمرين. ليش؟ لانه يصير بالضبط على العضله هي العليا. العليا مثل ما نقول. حلو. او بدايه عضله البيطان. حلو. طبعا الكابتن يوسف قلاف يعني احد افضل كمال اجسام بالكويت، من المحاربين ما شاء الله عليهم القدامى، وايضا حكم دولي معتمد من قبل IFBB. نعم. فاليوم بنعيش مع تدريب وذكريات الحديد قبل. الله يسلمك. يفرق الحديد قبل الحين. اوه يفرق وايد. تفرق اخوي مشعل من الاجهزه. ايه؟ ويفرق التسخين وتفرق الاجواء كلها، وتفرق اساسا بالاخص الثقافه عامه. ايوه الثقافه العامه، معلومات الاكل، انواع التمارين. ايه بالضبط. شلون الواحد يطور من نفسه. بالضبط. كل هذا يفرق. ايه. اشوف قام يزيد الوحش. ايه. عاش متوك. عاش. 15 و20. 15. يلا. هذه الخامسة هنا. يوم جيتك رحمة حقك. لا، لأن الأوزان دائما تكون على من كذي. ومدلعك عشان تصوير اليوم. إيه بالجو البارد خاصة مشعل. بالجو البارد. يفرق. الجو البارد يفرق. لأن الجسم يصير فيه خمول. تدري كله متلحف وتبي تنام. الجسم كله يخمل. العضلة تخمل. فلازم فلازم إحنا ندش تدريجي تسخين وشوي شوي لغاية ما تحمل العضلة. يعني تمرين الصيف غير عن تمرين. غير يفرق شوي. وأكل الصيف نفس الشيء. هم يفرق بعد. يفرق شوي. وبعدين عندك الصيف ما تقدر تأكل كثر لشتة. لشتة تحب تأكل أكثر. تموت في لأن أساس النفسية المرتاحة. الصوص طيب كذي. والبيتزا بالوي لازم. هذا أكيد. هذا أكيد. زين نحن خلصنا التمرين هذا. الحين المساعده ما تجي من هالصوب، لانك انت اساسا قاعد تشد هالمنطقه هذه. إيه؟ لازم تدش زاويه غير مختلفه تماما. إيه؟ على بالنا قاعد نسولف مع بعض. إيه؟ بلا قاعد يزرق. اكيد راح يزرق.
الوضع الخامس عندنا اللي هو سحب البيطان الخلفي، نفس الوضع سحب البيطان الامامي لكن اللاعب يعرض ظهره. سحب البيطان الامامي قاعد يشوفون عضله البيطان الامام، سحب البيطان الخلفي يشوفون عضلات الظهر. الرجلين يكونون ثابتين على خط واحد مستوي، واعرض فيه عضله البيطان، يعني كل هو يعني من اسم الوضع سحب بيطان خلفي باك لات سبريد. اللي انا ابي الحكم يبي يشوف عضلات الظهر كامله. اهتزاز لازم ما تهتز، تكون ثابت بالوضع، ما تتعصر وايد، وتكون مثل ما قلنا ما تكون لقدام وايد، ما تكون لورا وايد، ما تكون مبطل مثلا رجل يمين او يسار مؤخره عن الثانيه، لا رجلين على خط واحد وتكون بالشكل هذا، وشاد عضلات رجلك الخلفيه حتى وانت واقف تكون باستقامه رجلينك، لكن ضاغط على عضلات الفخذ الخلفيه شاد على اساس يبين جسمك كله. الراس ما يكون ورا، يعني ما يكون رجع راسك ورا، ما يكون بالشكل هذا، وما يكون الراس نازل وايد، لازم الراس يكون بالنص ومن غير التفات لا يمين لا يسار، على اساس يطلع انه يكون الراس بنص الجسم، وانت بالشكل هذا قاعد تكون باجمل مظهر، لان الراس اذا تغير اتجاه يمين يسار، يعني حتى بعض الحكام يقول لك انه هو اوت اوف سيمتري، يعني خارج الشكل المطلوب. رجلين يكونوا ثابتين، شاد عضلات الفخذ، فاتح البيطان بصوره سليمه. ابعد عن انك انت تكون مايل لورا زياده عن اللزوم، ابعد عن انك انت تكون مايل للامام زياده عن اللزوم، دائما حط ببالك ان الحكم قاعد تحت، انت على الستيج فوق، فانت لما تكون على سبيل المثال انت واقف وفاتح عضله البيطان ومايل لقدام، انت معطيه ظهرك، انت معطي الحكم ظهرك بس انت مايل لقدام، فالحكم راح يشوفك وايد بعيد، يعني انت قاعد تصغر بعين الحكم، ما قاعد تبين بحجمك السليم. بالشكل هذا انت قاعد تظلم نفسك وقاعد تبين فرق وايد عن اللاعبين حتى لو انت مميز بعضلات ظهرك. محفزات الجروث تعتمد على تغذيه الغده لتزيد انتاج الجروث هرمون، فالمحصله تزيد حجم الكتله العضليه وبنفس الوقت تساعد في تقليل نسبه الدهون. تعتمد مركباتها اغلبها على سبيل المثال الجابا لاختصار الجاما امينو بيتريك اسيد، خلاص احماض امينيه، وعندكم الليوسين. هذه الاشياء كلها تزيد في انتاج الجروث هرمون. طبعا في مركبات وايد ممكن تكون مدموجه مع بعض مثل الاورنيثين وعندكم اللايسين يندمجون مع الجابا، واحيانا هالمركبات هذه يحطون معها اعشاب تساعد انها تسوي ريلاكس حق الجهاز العصبي وتساعد في اللي هو الديب سليب، تسوي النوم العميق، على سبيل المثال الفاليريان، او يحطون معها الميلاتونين او الفايف اتش تي بي. هو صراحه كان بداياته كان لاعب عادي، كان يلعب طبعا مختلف الانديه ومختلف الاجهزه بدون ترتيب بدون اوقات بدون جداول. هذا الحكي من طبعا من قبل 3 سنوات انا اكلمكم. كان لاعب عادي بسيط جدا، مجرد هيكل، ما في البروز العضلي، ما في التكنيك، ما في الخبره او الثقافه عن اللعبه. طيب لما ياني شرح لي وضعه، طبعا انا لازم اني اكون اقعد وياه كوني مدرب، لابد اني اخذ صوره وافيه عن اللاعب على اساس اني انا اكون وياه من البدايه الى النهايه. هي صراحه يعني لعبتنا لعبه نفسيه، وبعدين اللعبه فيها جد شويه، ما تقدر تستهين بلحظه او بدقيقه من قبل اللاعب، لازم تكون وياه على طول مستمر، لحظه بلحظه، دقيقه بدقيقه، لغايه ما توصل حق مخه او حق وضعه او تفكيره هو المستقبلي لتكوين الجسم اللي يبيه. وصلنا عند الجهاز الثاني. اي وصلنا الحين، لو تلاحظ الجهاز الثاني اول ما دشينا تشوف الوزن تغير. هناك شنو دشينا بال 15 كيلو بالبدايه، 15 كيلو على طول. هني دشينا 20 كيلو على طول. ليش؟ لان العضله اوريدي ساخنه وماخذه حاصلها، في تدفق دم حار البمب اللي فيها وبمب فيه. إيه؟ اوكي خلاص هني على طول لازم ندش وزن ونكمل باقي التمرين. حتى ما شاء الله تركيت يعني كبر عن شويه، عرفت؟ ايه المتروك. اوكي سوري متروك، انا دخلت المتروك وتركيت السموحه بس ما شاء الله هم بعد العضله طلعت وشد وايد ما شاء الله. الحين صار في بمب زياده. إيه؟ زين، وكل ما نزيد بالاوزان طبعا راح يصير 10. إيه؟ كابتن حط لك 10 على طول. إيه؟ طبعا هناك قاعد ندش 5 كيلو راح يصير زياده، هني راح يصير 10 10. بس إيه؟ البعض يقول ان نظريه ان الواحد يلعب بالشتاء والصيف ما امشي عليها، انا اشوف ان الصيف والشتاء نفس الشيء، يعني نفس طريقة التمارين، ما تفرق بالعضله سواء كانت بارده ولا حاره، دام انك قاعد تسخن عدل ما عندي مشكله. إيه ماكو مشكله، بس هو الجدول واحد. إيه؟ بس ساعات يصير في خمول، الجسم ساعات يصير في خمول، هني بلشت تجي مثلا انت تعبان،
انزين بالصيف لا ممكن الجسم حار وحراره الجو يكون الدم يغلي ان شاء الله على طول مفور وانت عارف جونا ان شاء الله يعني على طول مثل جو سويسرا مفور ما تقدر فانت على طول انت تدش تقدر تدش الوزن الثقيل ثقيل بالصيف بس انت شنو تسوي بس بدايه تسوي ستريتشات حق العضله على اساس تستقبل الاوزان اكثر بس الحين كم نزيد 20 الحين 20 واحد يلا 20 بسم الله كم جوله التمرين هذا أربعة؟ نخلي أربعة هذا أربع جولات وكم طقة؟ هذا راح نخلي نفس الطريقة من 12 طقة طبعاً هني صارت أربع جولات لو تلاحظون يعني هناك كان خمسة. عندنا خمس جولات مع التسخين هني راح تقل عدد الجولات بس راح يزيد الوزن الأوزان على أساس الجسم يأخذ حاصلة أكثر أنت هناك بالتمرين الأول هيئة العضلة جهزتها بالضبط يلا الحين طلقي بعد التمرين الأول بالضبط هني الطاقة صارت فل أوكي لازم الحين يستخدم العضلة أكثر وراح ننوع بالزوايا طبعاً نطق العضلة بكل مكان نبي نعرف الحين التمرين الطريقة صحيحة الحين قاعد أسوي صحيح عبد الله بتروك الحين قاعدة صحيحة إنزين شوف الوزن صار عليه أثقل وايد بس العضلة مستقبلة ويقدر يشد عليها زيادة في شاء الله لاحظته قاعد يسويها إنه هو يرجع لورا وايد يرجع لورا لأنه هذه خطأ ولا صح هذه شوف شيء بسيط إنه هذه الرجعة شيء بسيط ما يخالف إنه هذه ما نعتبرها بوقة كمساع مثل ما أنا مو هامل البوقة كما إن خاف إنه يتعور وصير إصابة حق لا 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 بالضبط هو قاعد ما في مشكلة بس هذه اليرة لابد إنها هي تل الجسم لأن الوزن مثل ما قلت لك الوزن عالي ديجي. وايد على ديجي. الجسم بس هو قادر له بين عليه تشوفه بس الوضع هذا راح يطخ كل ما تزيد الأوزان الجسم يطخ يوقف لحد ما يخلص الباور اللي فيه لا غاية ما ياخذ نفسه اكثر على اساس يستعد حق الوزن اللي بعده ناوي عليك بعد بعدين ترى لازم تصير في فتشة علشان النفس ياخذ حاصله وضربات دقيقة ولا 40 ثانية لا بالثواني نقول بس نوصل حق الدقيقة 10 ولا 5 الحين 5 اوكي انا على بالي 10 ما ادري لازم الحين هني لازم تقيم اللاعب على مستوى بالقوة بس مرات يعني الكابتن اذا كان وايد يقيم وحريص وايد يعني ممكن ما يعطي المجال حق العضلة أن تكبر أنت عارف صح. بعض العضلات محتاجة يعني بومب وعضل ووزن أكثر بالضبط أنا أنت قاعد تراعي لنا رفيجك ولا لا عيل عيل والتمرين تمرين يعني هو جاي يدق حديد ما يدق معين ما حلو عطالي معين عاد حلي واع اليوم أنا وروح الوحش إن شاء الله عليك تمام روح مثل ما قلت لكم من قبل 3 سنين طبعا ياني يعني هيكل عادي أعطيته التكنيك طبعاً أول شيء شفته وشرحت للجسم شنو المطلوب منه أو شنو نزيد عليه ونركز على النقاط الضعيفة فيك هني العضلة الضعيفة عندك لازم نركز عليها هني عندك العضلة القوية ما نزيد عليها وايد نخلي تركيزنا كله على العضلة الضعيفة مثل ما تدرون أنتو ثاني شيء الأكل بعدين حددت وياه المواعيد اللي يقدر فيها يجي النادي ويتمرن في تدري ان في على حسب اللاعب في عنده ظروف في عنده بيت في عنده دوام لابد اني انا اعرفه من الالف للياء بالتالي اقدر اني ابلش وياه التمرين او الجدول سواء كان جدول التمرين او جدول الغذائي ومن هني انطلق وياه لغايه ما يتحسن وياي وطبعا بين كل فتره كل بين تقريبا خلينا نقول 15 يوم اقعد وياه حوار او ان اكون اشوف جسمه بالنظر هذا طبعا يحدد لي هو مستواه سواء كان باليوم شنو يسوي او انه يحدد لي اثناء التمرين وهو شلون قاعد يؤدي طبعا هذا التمرين مساع بغيت اقول لك ياثر بالزاويه بالدرجه الاولى راح ياثر عليه اللوحه الخلفيه اللي خليه يوقف اوكي وين خليك واقف عبد الله راح ياثر وياه باللوحه هذه الخلفيه طبعا مع شد البطانه راح يسكر داخل وتنفرد العضله راح يسكر داخل ويصير الخط الحلو هذا اللي بالنص هو الخط هذا اساسا موجود. ما في عضله اساسا لان العمود الفقري هذا كله ممتد انزين وهني العضله اللي هي حمايه للعمود الفقري طبعا المثلثات لغايه المثلثات فوق وهني في عضله طويله حاميه حق العمود الفقري هاي تعتبر من ضمن البيطان بالضبط هو اساسا البيطان هو اساسا عضله الظهر نسميها كامله لان انت ما تقدر تقول عضله البيطان بس بروحها لان عضله البيطان ممتدة لمن العمود الفقري زاوية مثلث كامل انزين من هنا مثل ما قلت لك مثلث كامل فهي لابد ان تستخدم لها كذا تمرين وبعدين على
على طاري يعني عضلة البيطان ترى هي أكبر عضلة موجودة بالجسم. بالجسم. أيوة. أكبر حتى من الفخذ؟ مقارنة بالفخذ لا، يعني يصير خلينا نقول. من عضلات الفوق. من عضلات الجزء العلوي. إيه؟ هي أكبر عضلة. أكبر عضلة. إيه. يعني التمرين والدم اللي تاخذه كأنك لاعب ريول انت. بالضبط. بالضبط احساسي لما العب تمرين البيطان المقانص احس انه ما اخذ نفس خلاص بطيح. لما تاخذ كميه دم مع انه يعني اوزاني يعني اوكي يعني مقبوله لكن احس اني لاعب مثل ما قلت ريول او لاعب شيء في ارهاق كبير. محتاجه نفس كثير، محتاجه دم اكثر، محتاجه اوزان وايد علشان انه تكبر وتبين عدل. وتبين. زين الحين نضيف العشرة بدل خمسه. الحين نضيف 10 يعني صار الحين 50-50. ايوه حلو. على طاري موضوع الاعمار، لمتى الواحد اللي ممكن يمارس هذه الرياضه؟ طبعا انا عرفت الحديد كان عمري 14 سنه، كان عن طريق ولد عمي طبعا هو اللي علمني واعطاني الافكار، بس طبعا كنت صغير واجهل طريقه الحديد او لعب الحديد، بس كان في شغف طبعا وانا صغير، بس بلشت بالدرجه الاولى يعني بلشت الحديد بالضبط يعني كان عمري 17 سنه، وكانت في مواظبه بس مو المواظبه الطويله طبعا، كان على ايام الدراسه 17 سنه كان على ايام الثانويه طبعا اكيد، واستمريت فيها اللعبه لغايه حققت فيها بطولات، كان عمري كان بدايه العشرينات طبعا، كان في 22-23 سنه كان فيها بطولات بالكويت وكانت بطولات خارجيه، بعدين بعد فتره طويله من الزمن طبعا قطعت وتفرغت حق تدريب بعض اللاعبين كانوا بالانديه، مختلف الانديه كنت ادرب لغايه 2013 حصلت المركز الثالث في بطوله اسيا في كازاخستان الحمد لله، فكان توفيق من رب العالمين يعني طول هالفتره هذه القطعه هذه او القاب نسميه ان ما دشيت البطولات، وجيت بفتره حقمه من الزمن ودشيت، فكله في اختلاف وطبعا في اختلاف طبعا بالثقافه والخبره تختلف، فعلشان كذي بلشت بذاك الوقت حق بطوله 2013 وبالفعل الحمد لله اخذت فيها مركز. متى من عمره يقدر يبدي فيها؟ والله شوف هذه الرياضه ما لها عمر وما لها وقت. الدليل على هالكلام؟ الدليل اساسا اولا في رياضيين وايد مارسوا اللعبه في منتصف العمر. ترى قاعد ينطرنا هو على فكره. خلاص دش العمود. خلاص دش. بس هذه راح تصير عليه شوي تايده. اي مساعده؟ اي شلون تساعده بالجهاز هذا؟ المساعده راح نتكلم عنها شلون الطريقه المثلى ان الواحد يساعد اللاعب اللي وياه، شلون ممكن نساعده؟ شوف المساعده راح تجي على حسب الجهاز او على حسب وقفه اللاعب مع الجهاز مثلاً، يعني ممكن هالجهاز هذا انا قاعد اشيل وزن يعني الحين اوكي شلون تساعدني؟ الحين المساعده ما تجي من هالصوب لانك انت اساسا قاعد تشد هالمنطقه هذه. إيه؟ زين وراح اعيقك انا اذا شديت ايدي راح اعيقك راح اسبب لك انت اصابه. حلو اوكي راح اروح بالمساعده. إيه؟ عن طريق الجهاز عن طريق الاذرع مالت الجهاز. ايوه لان أيوة. في ناس تساعد نقدر نقول اصدقائها او اللي يتمرن معاه فممكن. نعم. أيوة. يسوي له اصابه بالضبط او ممكن يخرب عليه تمرينه كله بالضبط. يعني ما قاعد يشيل وزن ما يصير يعني. أيوة. لابد ان اللاعب يكون واقف عليه مدرب او لاعب مختص يفهم شلون اللعبه فاهم الاجهزه شلون يقدر يساعده بالطريقه الصحيحه. حلو هني خلصنا ولا بعد؟ كذي خالصين خالصين. نكمل موضوعنا مع تمرين البيطان والكابتن اكيد يوسف القلاط وعبد الله المتروك، لكن ما جاوبني على موضوع الشياب والصغار يلعبون اللعبه هذه، بعد شوي راح اجاوب كم الاجابات. الوضع الاساسي السادس اللي راح يكون هو سايد ترايسبس اللي هو ترايسبس عضله الترايسبس وتصير سايد، لازم يعطي الوضع سايد، طبعا هي اي جهه راح تكون سواء الجهه اليمين او اليسار، بهالوضع محتاجين احنا من الاسم عضله الترايسبس لازم يكون نازل شاد البطه، شاد عضله الفخذ الخلفيه، يكون لاف جسمه، شاد المعده، يكون شاد الريش. يعني انا الحكم يبي يشوف الجنب هذا كامل. الاخطاء اللي قاعد تصير في لاعب مثلا ينزل قلنا بصوره زايده، ما يعطي مثلا يلف تلاقي ما يعطي سايد ترايسبس بس بالشكل هذا، الحكام قاعدين مثلا بهالجهه تلاقي معطيهم ترايسبس مع الظهر، لا الحكم يبي الترايسبس مع الجنب مع المعده والصدر. اكثر الاخطاء اللي احنا قاعدين نشوفها بالترايسبس ان اللاعب يجي ما عنده مرونه انه يمسك ايده. هذا اكبر خطا قاعد يصير، وايد لاعبين كانوا يطيحون فيها ما عنده مرونه بعضله الاكتاف مع الظهر والخصر انه يلف ويمسك ذراعه، والشيء هذا راح ياثر فيه ويمكن ينلغي كحسابيا نتيجه الوضع اللي ماخذه على المسرح.
كابتن 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 قول الحين التمرين هذا قلت لي هو المنشار اوكي اشو انه مو دامبل لان انا ما احب الدامبل لا مو دامبل هذا منشار وجهاز وما يضبطك انا دائما اسمع المنشار المنشار والعب المنشار بس تبي تبي الصج ولا ولد عمه لا الصج 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 ولد عمه لا ما نبي ولد عمه ما اعرف ايش فائده المنشار شوف فائده ولا ادري ايش موضوعه بس عارف انه تمرين مهم وهو شوف مو فائده المنشار نقول انه تمرين اي نقول فائده يعني التمرين هذا مهم انك تلعبه ايه؟ اولا في ستريتش اكثر وثانيا في زاويه غير الزوايا اللي لعبتها لازم تدش ايه؟ زاويه غير مختلفه تماما ايه؟ انزين وبعدين لو تلاحظ عبد الله لما كان قاعد ما كان قاعد على الكرسي كان واقف ليش على اساس يصير ميلان اكثر على زاويه البيضان وقاعد اول 5 كيلو 5 5 5 كيلو هذه هي اوكي تمام هذا خمسة يبناها يلا إيه يعني هو كان عرفت بالطريقة هذه إيه شيدي. يعني أنت بإمكانك إنك تقعد كذي مثلاً بس أنت إذا وقفت إيه إنزين ومسكت بيدك الثنتين وصرت شوي بس ريولك شوي ورا راح تكون ورا ورا وبطلها شوي على أساس الثبات إيه يصير ثبات أكثر أوكي راح يصير ميلان أكثر حق البيطان حق البيطان إيه تصير زاوية حادة مع الجهاز إيه يعني لو تلاحظ إذا قعدت الحين راح قعدت على الجهاز فوق اكثر اي راح يصير الجسم يصير فوق اكثر ايه. زين وراح يصير عليك هذا بزاويه تقريبا مستويه فاحنا راح ايش راح نسوي لما راح نوقف زين راح نعطي ميلان حق الزاويه علشان تجيك بالضبط بالضبط المكان التركيز اللي تبيه بالضبط هذا زين هي بالضبط حق العضله البيطان مدش دقيقه وين بالضبط تركز اوكي البيطان اساسا قلت لك انا إيه؟ عضله البيطان هي الظهر كلها تتحرك وياك حلو. ولكن احنا كل ما ندش جهاز إيه؟ انزين راح يطقه بزاويه معينه الحين هذا المنشار بالضبط راح يجي له تحت انزين وفوق هذا راح يسكر له المنطقه هذه المنطقه هذه إيه؟ اللي قلنا يعني عنها يعني اللي هي تحمي العمود الفقري نقول المنشار بالنص يصير كانه نص البيطان او شوي اعلى او شوي انزل لا انا اقول من نص البيطان لغايه النهايه نهايه البيطان قلت لك البيطان هو إيه؟ شكل المثلث ماخذ اوكي على اساس يكمل يكمل العضله كلها كامله في كذا جهاز زين كم جوله تمرين هذا طبعا ناخذ احنا اربع جولات على 12 تكرار نفس الطريقه بس ترى كنا قاعد يسرق هو الحين بدايه انا قاعد نسولف مع بعض بلا قاعد يسرق اكيد راح يسرق لان شوف طول ما احنا قاعد نلعب بالجهاز الثاني اوزان راح يجي الجهاز الثالث راح الطاقه شويه تقل فاحنا ايش راح نسوي راح نقلل الاوزان على اساس يقدر يعطي حاصل اكثر حق العضله إيه؟ ويتمرن صح تركيز صح. صح ايوه بالضبط الحين كم نزيد 10 ايه يلا 10 عندنا الجهاز الثالث جهاز المنشار طبعا هذا جهاز كامل معد لزاوية المنشار اللي احنا دائما نلعبها بالدامبلز هذا طبعا جهاز كامل متكامل مثل ما تدرون عندنا الجهاز ممكن تقعد على الجهاز ممكن توقف انت تحدد الزاوية المطلوبة لوضعية العضلة فأنا أفضل هني بالنسبة حق عبد الله عند الزاوية السفلية من عضلة البيطان شوية فيها ضعف علشان كذي أقول له أوقف وبزاوية حادة ويستعمل الجهاز وهو واقف على اساس تجي بالضبط عند العضله السفليه من البيطان. هني يسبب له بمب انزين وتتحرك ويا الزاويه الميته هذه اللي عنده. متعب التمرين هذا متعب. هذا اكيد يشد الظهر شد. بالضبط عشان كذي انت ما تقدر تشيل اوزان ثقيله فيه لانك انت بزاويه حاده صح. طول ما يكون اللاعب في زاويه حاده عشان كذي قللنا الوزن عن نعم. الجهاز الثاني الاول. عشان كذي يصعب عليه وايد شيله الوزن. فان شاء الله على الباور اللي انت فيه تقدر تشيل وتشجيع ان شاء الله سؤال محرج كم عمرك الحين ما فيها احراج 44 تبارك ما شاء الله الله يسلمك حبيبي ما شاء الله ما شاء الله الله يسلمك لك طول العمر ان شاء الله يا الله يخليك وتتم دائما بالشكل الحلو هذا الله يسلمك طول عمرك لازم تشوف الرياضه هي وايد مهمه حق صحه الجسم هي مثل السيرفيس حق السياره بالضبط تعدل ايه. وبعدين تحرك الدم بالضبط كثر ما يتحرك الدم كثر ما يتجدد فيك النشاط والخلايا هذه اللي داخل جسمك على اساس تصير شبكه واحده تصير بالضبط تصير نفس الخوخه على الازعاج هذا على الازعاج هذا زين مثل شنو الخوخه مثل الخوخه تصير تبارك الرحمن من هاي جوله المتروك ثالثه ايه. اوكي زدنا هذه الثالثه ها ابيك دش الرابعه عيل نخليك على نفس الوزن ودش
طبعا احنا ما نقدر نزيد بالوزن زياده لان العضله مثل ما قلت لك خلاص. وبعدين على مستوى اللاعب انا اشوفه انه هو واصل حق حد معين لعدد معين، انزين ما اقدر ازيد عليه الوزن على اساس لا يكع بالتمرين. في ناس كابتن يرجعون شي يشوف. نعم. يا كابتن كابتن ما يصدق لي كابتن، هل صدق لعبه كمال اجسام تقصر الواحد؟ لا لا ما تقصر، زاويه 90 لغايه فوق كامله، فما له داعي ترجع قبل هذه.